الف كل جمله مفيده. بالمناسبه حتى لما حصلت ازمه كهرباء في الاهلي قال لك ده لما كان هنا كان متعلم ما اعرفش ايه عمر ما غلط. طيب ما احنا ممكن نقدر نعرض للكابتن محمد صلاح والكابتن رضا عبد العال واخرين كيف كان يحدث الامر مع كهرباء، لكن ما علينا. جمهور الاهلي دلوقتي لازم أن يعرف انه كهرباء اخطا الخطا الذي يستوجب العقاب المشدد. وتم فرض الغرامه الكبيره عليه، التزم انضبط، ريني فايلر عادوا للقائمه، بكره موجود في قائمه المباراه. الى هنا وينتهي الامر. لكن انا اشرت قبل الفاصل لفكره السكريبت الموحد. الناس بتستغل اي حدث، لانه فاكرين لما اشرنا من اسبوعين الى سكريبت كان واضح محدد، اتنين من الزملاء الاعلاميين بيقروا منه ضد الاهلي كلمه كلمه. اقرا ما يملى عليك. حصل توجيه مباشر استغلالا للظرف ان في لعيب انتقل من الاهلي، فازاي اضرب في اداره النادي الاهلي؟ ازاي اوقع بين اداره الاهلي وجماهيرها؟ ازاي اوصل لانطباع انه النادي الاهلي مش بيحافظ على فرقته؟ فيطلع زميل اخر من يومين امبارح واول امبارح يقول لك انت اللي سبت رمضان صبحي، كان في ايدك، لو قلت له خليهولي كان هيخليهولك. وبعد كده يرمي المفاجاه، لو عايز ترجع رمضان هيرجعهولك. ويستمر بقى ايه؟ ما انت اللي مشيت شريف اكرامي، وانت اللي مشيت احمد فتحي، وانت اللي مشيت حسام عاشور، وانت اللي ما عرفتش تحافظ على مين ومين ومين، بهدف رص المكعبات جنب بعضيها بما يحدث الفتنه بين الاداره والجماهير. اللعبه دي مكشوفه، والسكريبت ده مصدره معروف وتمنه معروف. بس قال كلمه مهمه جدا، وهو بيحدد القصور في اداره التجديد. قال لك الحقيقه الاهلي ما قصرش. انا حتى ساعتها قلت الله، هو في ايه؟ انت ازاي ما احتفظش؟ ازاي ما احتفظش؟ ازاي ما احتفظش؟ بقول لك بس الحقيقه الاهلي ما قصرش. ما هو بيقول لنا لكن كان يعني فهمني. ما انا فاهم انت قصدك تقول ايه. انما هو ما قالش، ما اتكلمش على حد بضمير غائب. هو كان بيقول كنت تقدر تحتفظ. واخد بالك؟ فهو هنا يعني انت تبقى قاعد، انت عايز تقول ايه؟ هو الاهلي ادار الملف بطريقه خاطئه؟ قصر؟ لا ما قصرش. خلصت. اهلي ما قصرش. اللاعب اختار بناء على حاجات ناس كتير جدا، انا بقول لك ناس كتير جدا مكانه كانت هتقبلها. لكن فكره انك تكون واضح، ما هو انت لو انت زي ما بتقول كنت عايز نقله في حد جديد، كان من اول يوم الاهلي بيفتحك في التجديد، لا اسمحوا لي هشوف سكه تانية، انا عايز حد جديد. خلصت. كانش الاهلي بقى لا راح ولا جه ولا الجمهور عمل هذا التوقع، لكن انت لاخر ثانيه شايف ان مستقبلك مع الاهلي. فجاه رحت، يبقى ما فيش حاجه اسمها تحدي جديد، في حاجه اسمها عرض جديد ما اقدرش اقاومه. مفهومه لحد هنا، والله مفهومه جدا. مش موافقين عليها. واختيارك. مش موافقين عليها عاطفيا، لكن مفهومه. حق انساني. مفهومه. طبعا. بس توقف الامور عند هذا الحد، لكن لحد بقى يطلع يتاجر بيها ولا حد ياخدها في سكه ثانيه للتحفيل او لتجميل الموقف، ده كلام لو اقول لك دلوقتي هو هيدرسفيلد خلصه بمبلغ اقل. يا سلام. والله عليا الكلام. لا هي الفكره كلها احنا داخلين بقى في ايه؟ هو الاهلي لو له حق رعايه ازاي تبخسه؟ ازاي تبخسه؟ بس طيب. مفهومة. طيب فأرجو رعاة السكريبت الموحد يبقوا فاهمين إن الجمهور ذكي جدا وبيشم كويس قوي، بيشم الروايح كويس جدا، وعارف مصدر السكريبت ده جاي منين، وعارف إن الضغط على إدارة النادي الأهلي والفتنة بين الأهلي وجمهوره هدفها إيه ومصدرها إيه وسببها إيه. الأمور واضحة جدا صدقوني، وأكبر وضوحا من ان احنا نقدر نقول الغاز. الاهلي ما قصرش مع اي لاعب من دول، لكن كل واحد اختار اختياره هو حر. وانت بتتنافس في الرياضه